أنا عبد الرحمن العبيد، مؤسس أبني بذكاء، هو ماركت بليس المواد البناء والتشطيب. تلقى أفضل الموردين بالسوق، مكان واحد تقدر تقارن بين الأسعار وعندك خيارات التوصيل وكذلك الدفع. أيضا نستخدم تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتطوير تجربة العملاء. اليوم القطاع العقاري يمر بتحول تقني كبير جدا. إحنا أحد الشركات اللي راح تساهم في تقليل التكلفة، كذلك زيادة الكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والعديد من المزايا اللي يستفيد منها العملاء والموردين وكذلك الشركاء. التجربة الحقيقة كانت مذهلة، تعرفت على أشخاص عقول لامعة ومميزة، وأيضا استفدت من المجتمع الموجود في مركز ذكاء. احنا الآن في مرحلة الانطلاق، الفترة الجاية نتوقع إن شاء الله نوصل لأول 1000 عميل وكذلك تسجيل أكثر من 200 مورد. نركز على 3 أشياء، وهو إقفال الجولة الاستثمارية، استقطاب المواهب، ونطمح إن شاء الله خلال 5 سنوات القادمة أن الشركة تكون مطروحة في أسواق المال.